اما هلا رشا بننتقل لمحطتنا التالية، رح نسلط في الضوء على نشاط اعلامي وتوثيق لكاتب وصحفي حمل سوريا بقلبه بكتاباته حتى بالاغتراب، ليكون صوت للحقيقه التي تريد ان تبصر الشمس مره اخرى، وعراب للمحبه مره اخرى ايضا. واليوم ضمن صباحنا غير رح نتحدث عن مشاركته بمعرض الكتاب السوري لعام 2022 ومجموعه انشطه رح يحكي لنا عنها بشكل موسع الكاتب يعقوب مراد، مؤسس ومدير مركز التوازن الإعلامي في السويد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يعقوب. خلينا هيك نبلش من المعرض ومن مشاركتك، وكيف كانت زيارتك اليوم؟ الكاتب وقت يكون عنده خبرة وعنده أرشيف ما أي عنوان ممكن يلفت نظره، فاليوم خبرنا كيف كان واقع المعرض. شوفي لك، أنا من بداية الحرب على سوريا حرصنا انه كل ما بيكون في اي فعاليه ثقافيه او ادبيه او اي سياحيه حتى انه نحن بنحرص انه نشارك فيها، خاصه اللي بيكونوا مغتربين من برات البلد. يعني اليوم لما كان مثلا انفتح معرض دمشق الدولي مثلا كنا نحرص ننزل نحن مع رجال اعمال وننزل على معرض دمشق الدولي. لما بلش معرض الكتاب الدولي وقت بالدهب اسد 15 16 17 18 كنا نحرص انه نحن نحضره، اللي يمكن توقف فتره انه بشان موضوع الكورونا. واليوم لما عرفنا انه مثلا معرض الكتاب السوري انه اليوم انه بلش ما بين 2 ل 12 ما بين 12 ل 22، فكانت عندنا اياها انه هذه فرصه لنا انه نحن انه نشارك فيها. يعني بنسبه حضورنا اول شيء هي المعرض ببلدنا، والكتب كتبنا، والكتاب والشعراء اصدقاء لنا، وهي فرصه نحن نزور سوريا لاشياء اخرى، وبنفس الوقت انه نحن نشارك ونطلع على المعروضات على الشيء الجديد. ومجرد وجود المعرض الكتاب معرض ثقافي هو إنجاز في هالظروف الصعبة اللي عم تعيشها سوريا. قبل ما نحكي عن الأنشطة، مثل ما قلت أنت نشط دائما بتجي على البلد بمحبة كتير كبيرة لتقوم بعدد من النشاطات والمشاركة بعدد من النشاطات. قبل ما نحكي عن هاي النشاطات خلينا نحكي عن مشاركتك بمعرض الكتاب السوري. بشو مشارك؟ بكم كتاب؟ الكتاب عن شو بيحكي؟ ملخص التجربة شو هي؟ شوفي انا مشارك بكتابين، مشارك عن طريق الهيئة العامة للكتاب بكتاب اسمه عراب المحبة، ومشارك عن دار دلمون الجديدة بكتاب الحقيقة اريد ان ارى الشمس لصاحبته الست الرائعة عفراء هدبة صديقتنا، اكيد نوجه لها تحية. انا كمان بوجه لها التحية ضيفتنا لليوم دائما لانه شجاعة فعلا، لانه مقدامي فعلا، يعني انه بتمد اليد حتى للناس اللي مش قادرة تنشر، مش قادرة تدفع، مش قادرة تتكلف، بتساعد وتعمل، بس بهمه هو الإنتاج الجيد. وكتير بتضحي وكتير بتتعب، عن جد أنا كتير بحترم لها الست هذه. عراب المحبة تفاجأت أنا فيه، هو من منشورات الهيئة العامة للكتاب. يعني أنا تفاجأت فيه إنه تاني يوم ثالث يوم عم يتصلوا فيني بعض الفنانين والأصدقاء عم يقولوا لي أستاذ الكتاب مو موجود بالمعرض. يعني فرحت أنا على المعرض عم أسأل، يعني رحت أنا والفنان أحمد ملي عم نسأل الموجودين عن الجناح، عم يقول لي والله يا أستاذ خلص الكتاب. ما قد حلو. أنا أول ما يقول خلص الكتاب أنا انبسطت كثير، وكاد بقول لك بس إنه كان ثاني يوم ثالث يوم المعرض. قلت له طيب ليش ما بتجيب؟ عن شو بيحكي الكتاب إذا عراب المحبة. قلت له طيب ليش ما بتجيبوا المستودع؟ قال ما بقى في المستودع. حلو. طيب يا العالم اللي جاي على المعرض وبدها هيدا الكتاب، طيب تكون جاهزين. بعتقد انه هون كان ممكن انه يكون انه في تحضير انه بالنسبه للكتاب، يعني ناس قاصدين، وانا خاصه انه موجود انه انا جاي والكتاب يكون ينفذ من السوق. ما توقعت، ما كان في توقعات انه ينفذ بهي السرعه؟ يبقى يعني انه في كتب انه بيبقى هلا بمعرض 2019 مثلا انا كان عندي كتاب انه نفذ. نفذوا اضطرينا نجيب. انا متعود بمعرض كتاب بتونس مثلا مرتين نفذوا، طلبنا من بيروت وبعثوا لنا شحنه مباشره ثاني يوم وصلت. يعني هو هيدا الكتب، يعني الكاتب يعني اجمل سعاده عنده لما بيقول انه لما بيشوف صحيح. العالم عماله تاخذ الكتاب تبعه وعم تشوف انتاجه ليعرفوا انه شو كاتب. صحيح. فالكتاب الحقيقه اريد ان ارى الشمس كمان بتمنى انه ياخذ مكانته هون بسوريا. خلينا نعرف الناس شو عن شو بيحكي هيك بس لو لمحه بسيطه. شوفي الكتاب هو باوروبا منشور باسم في حضن الشيطان. الكتاب هيدا تحملنا معاناه كثير قويه منه، انه خلال 3 سنوات بلشنا فيه باواخر جيت لهون على سوريا ببدايه الحرب القذره على سوريا.
وبعد منا رحت انا واثنين بروفيسوري سويديه وبروفيسوره سويديه، عملنا جوله استغرقت معنا بشكل متقطع حوالي 3 سنوات. بلشنا من فندق افريقيا الموجود بتونس، واكتشفنا انه من 2009 كانوا مجتمع الماسونية كانوا مجتمعين هنيك، ومن هنيك خططوا للربيع العربي، وبلشنا نكتشف معلومه جر معلومه تاخذنا لبلد ثاني، معلومه جر معلومه تاخذنا لبلد ثاني، لحتى وصلنا ل 13 بلد. تعرضنا لمضايقات كثير، تعرضنا ل يعني لضغوطات كثير اكيد جدا جدا. انا كسر ضلعين عندي بتونس بتركيا عفوا، يعني اخر شيء نحن توصلنا لهالحقائق. انا كنت استخدمها بس كرمال محاضراتي لما نحكي عن سوريا، لما بحكي انه شو صار بسوريا. بعدين اجتنا انا فكره انه انا اعمله كتاب، اقترح علي فعملته كتاب. فلما انتشر باوروبا صار كل الجاليات السوريه الموجوده بروما جاليه سوريه تبعت وراي يروح وقع الكتاب واعمل محاضره بفرنسا بالدنمارك بالنرويج، انشهر الكتاب. فقلت انه ليش ما بننشره يعني ببلاد عربيه. فاجينا لهون كان في انه بس انه الكتاب لاقى جد ترحيب خاصه من اكبر الناس، يعني لاقى كثير ترحيب الكتاب. وبس انه كان انه لو في تغيير بالعنوان انه الشيطان مو مرغوب باسم الشيطان كثير بدا. ف تعاونت انا وسماحه المفتي وبجهله التحيه، واخترنا حطنا 4-5 عناوين اتفقت انا وياه بعد ما قرر الروايه وعجبته. فاخترت انه نحن كلياتنا بالحقيقه نحن عم نبحث عن الحقيقه، انه الحقيقه نريد ان نقرا الشمس. فنشر اولا بدار نشر اول شيء بدار الرافدين، ونشر اول ثاني شيء بتونس، ونشر كمان بسوريا. واليوم هو يباع ب 23 بلد بالعالم، اخذ 17 جائزه، اخذ 17 جائزه، وريعوا كلياته بكل هالبلاد هذه كلها لمصابين الحرب بسوريا. لحد هلا صار من ريع هذا الكتاب وقسم من محاضراته 149 كرسي و13 جمعيه استفادوا من هذا الكتاب. قديش حلو، قديش حلوه هي التشاركيه اليوم نور، بين حتى لو كان برا البلد هو، ولكن اليوم احساسه اي عم بحكي بشكل عام، كان مغتربين او كان كتاب داخل صحيح. البلد او خارج البلد، انه يبقى هذا الاحساس مع ابناء وطنه. يعني لفت نظري بس كلمه حكيتها انه انت اضطريت تغير العنوان. اليوم الخط الاحمر دائما نحن في خطوط حمراء اعلاميا كتابيا دراميا حتى يعني، ولكن دائما بيقولوا لك انه الحريه بتعطي الكاتب الابداع. اليوم هاي الخطوط الحمراء ممكن تاثر على مستوى كتابتك؟ هلا ما في شك، بس انه انا كمان لما بكتب هلا انا بجولتنا اللي عم احكي لك عنها، يعني تعرضنا لاشياء كثيره. هلا في اشياء انا بعرفها انه يمكن ما في داعي، انه ممكن تجرح او ممكن انه ما حتفيد بالسياق الدرامي. بقول ليش انا اللي حتوجه فيها مثلا اذى لفلان من الناس او اذى انا بقدر بتلافيها بشيء افضل. يعني انا من الناس لما الهيئه العامه للكتاب نشرت عراب المحبه، لانه هن مثلا بيعرفوني مثلا انه اخترنا 10 قصص انسانيه انا عشتها. يعني عشت لما امي حملتني على ظهره وكانت تاخذني على المدرسه، قصص انسانيه انا والفنان ممدوح الاطرش انا ودوريد لحم، قصص من خلال حياتنا الاجتماعيه اللي كنت انا عم اعيشها فكتبوها عراب المحبه. يعني اسمه يعقوب مراد عراب المحبه، انه كنت عم احاول كل الوقت انه يعني ما بحب انه واحد يحكي كثير عن حاله، بس انه كنت احاول انه اعطي نوع من الانرجي من الامل، لانه سوريا اليوم عم تمر بازمه كثير قويه كثير بحاجه وحرب كثير، وعم حس انه مثلا الانسان تعب واللي ضحى واللي عمل. طيب نحن اقل ما يمكن نحاول نعمل شيء صحيح نحن انه غادرنا البلد مثلا 38 سنه انا مغادر البلد، بس يعني بس ما فيك تكون بعيد طول الوقت. انا بل بالبلد وخارج البلد، وهذا الشيء اللي نحن بنقول قديش حلو، يعني لما تحكي عن واقع البلد ووجع البلد وبنفس الوقت بترمم هذا الوجع بايرادات مثلا كتابك. هي فينا نقول الكيمياء، يعني هي المعادله قديش حلوه، يعني في رساله كثير حلوه من خلال المشاركه، مثل ما قلت نشر الكتاب، عم تقول رعايه الكتاب لمصابين الحرب، وعم تحكي عن يعني انت عم تحكي عن الوجع السوري وترمم الوجع السوري بنفس الوقت من خلال كتاباتك. انا اول واخر انا سوري، يعني انا قبل اي شيء انا سوري. انا ولدت بهذا البلد بلاش، وانا درست بلاش، وانا اخذت شهادتي بلاش، وقدرني الظرف اني انا سافر برات البلد. يعني باي باي؟ لا اليوم مو بس انا، في خليه كبيره بعرفهم من صحيح. الوطنيين أكيد. بروما بميلانو في مغتربين كثير مغتربين صحيح.
بالوقت اللي بلشت الحرب هن بلشوا كانوا يضخوا اموال وعملوا مشاريع بعده مدن بسوريا. صحيح. يعني في السوري اين من كان بالنهايه 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 هو سوري، دمه سوري وكلياتنا دمنا سوري. فلذلك نحن بنحس انه شو من عملنا، لو عملنا شغله صغيره، لو قدرت انا ساعد طفل، لو ساعد ابن شهيد او ام شهيد شغله وحده، انا بفتح الميل بكره كل يوم الصبحيات لما بشوف هيدي بتعيط لي بابا انا وصلني الكرسي، لما بتعيط لي هذا شكرا كثير انا وصلوني الشناتي تبع المدرسه. يعني انا بحس انه بشعر انه انا قادر انه اعمل شيء انساني. صحيح. وحسسه انه نحن دور انه بعيدين بس نحن معكم. هيدا هي اللي شو مخبينا هلا بالمستقبل في نشاطات تقوموا فيها بعد معرض الكتاب السوري؟ شوفي هو مو قضية انه بس معرض الكتاب، انا دائما بحب انه اقرن شغلي. انا هلا عم اجهز لوفد. نحن اسسنا كنا خلال الحرب مجموعه اسمها بيان وارسو. فبيان وارسو كنا نحن دائما من 23 بلد كنا نختار من كل بلد شخصيه، وكنا ننزل على سوريا نجتمع ببيروت كلياتنا وننزل على سوريا نعمل مؤتمراتنا بالشيراتون بالدمروز، ونزور مستشفى 601 ابناء الشهداء، شو فينا نقدم، نعمل لهم احتفال بدار الاوبرا لاهالي الشهداء، شو فينا نحن نساوي كمغتربين كنا نساوي. انا هلا كان عندي فكرتين، هي الفكره اللي طرحتها وطبعا على طول في تواصل، انه راح من المغتربين العرب نقي 23 شخصيه، كل شخصيه من بلد، يعني مغربي تونسي جزائري. انا رحت على تونس وبعرف قديش محبتهم وتعاطفهم معنا في جروب بوجه لهم التحيه. كل يوم أربعة الساعه 1 الظهر بيعتصموا قدام وزاره الخارجيه التونسيه ومطالبه بعوده العلاقات السوريه اللبنانيه. من سنه 2014 لليوم ما قصروا يوم واحد، ما قصروا أربعة واحد. قديش تشعر بالفخر، وانا كنت هناك وكانت الأخبارية السورية وغطت الخبر. صحيح. ونحن واقفين برا والفضائية السورية غطت الخبر. يعني بتحس انه ما بشوف هو واحد شخص تاني وبيقول لك انا قلبي معكم يا انتم السوريين، تنبسطي ترتاحي. هلا انا عم فكر انه في هذا الناس اللي كانت عندهم صورة مشوشة على سوريا خلال الحرب، انا جيبهم من كل البلاد العربية اللي بيسمى الوطن العربي، تعالوا زوروا سوريا، زوروا الناس، زوروا مسؤولين، زوروا كذا، اطلعوا على الواقع، جيبهم. وفي فكره هلا كان طرحها يا من يومين توفيق الاحمد نائب رئيس اتحاد كتاب العرب، اذا نحن فينا نجيب من الاتحاد الكتاب السويديين من المغتربين نجيبهم بالتعاون مع اتحاد كتاب العرب بسوريا، يصير في صله وصل وفي تعاون بيناتهم. يعني بنحاول نحقق معادله انه دائما يبقى هذا جسر التواصل ما بين الوطن والاختيارات. وفي عندي شغلة الثالثة، هي انه هلا كنت بدار الرافدين قبل ما اجي ببيروت بوجه لهم التحية، عم نحكي على موضوع كتابي الجديد المهاجر. هذا اللي بدنا نسألك عنه اليوم، اختيار العنوان يعني لحاله المهاجر اليوم، عم تقصد بشي حالة عامة او في شيء شخصي له؟ خلينا هيك نسرق بعض الافكار منه كونه لسات الافكار جديدة. شوفي في انا عندي شغله بحب اقول لك اياها، انه انا ما بكتب شيء من الخيال، يعني يا اما انا عشته يا اما انا شفته يا اما ان انا يعني حسيت فيه. انا هذا الكتاب المهاجر انه هو تاريخ حقبه سوريا من سنه 1915 لسنه 2015، يعني خلال قرن من الزمن، من خلال قرن من الزمن، من خلال احداث اربع عائلات، انه من وقت اللي تركيا اخذت الاقاليم الشماليه السلاسل الازغ وقله ومذيا، واللي هاجروا ودخلوا على القامشلي واللي عملوا ان كان بيت اصفر وبيت نجار وبيت مراد وبيت حنا، خلال هالاربع عائلات خلال هالمئة سنة مع تسليط الضوء على كل الأحداث الجغرافية والسياسية اللي رافقت سوريا كوثيقة. يعني هيدا حيكون ثلاث أجزاء، وإن شاء الله هيدا كمان بكون قدرت إنه أحقق شيء وسجل شيء إلى سوريا ليطلعوا الأجيال القادمة إنه يعرفوا. هذا فيها مسؤولية. عفوا؟ هذا فيها مسؤولية لما نحكي جداً. مسؤولية كبيرة، توثيق تاريخ 100 عام، ونحن عم نحكي عن مرحلة حساسة لما نقول من عام 1915 لعام 2015 كلياتنا، يعني نحن دارسين التاريخ ومطلعين على شكل كبير، في حساسية لتوثيق التاريخ، الظروف، المناخ، كل التفاصيل، الحقبة كلياتها، فينا نقول مراحل متعددة. الأجيال الجديدة والأجيال الموجودة اليوم للأسف ما بيعرفوا تاريخ سوريا مظبوط. اليوم أنت لما بتسلطيها بدراما، بقصة حب، بقصة أنت ماء لوطن. صحيح. وبنفس الوقت التاريخ، هلا كثير ناس ما بيعرفوا انه قبرص كانت سوريه. صحيح. الاقاليم الشماليه من فوق ما بيعرفوا انه كانت سوريه. صحيح. اليوم انت لما بتوثقي تاريخ سوريا من خلال قصه حب انتماء لهذا الوطن،
في بعض المشاهد مثل القصص الوارده بالهيدي يعني ما بتتمالكي نفسك بتبكي. يعني انا اليوم اضطريت اني اسافر لحد اماكن التقي بناس ختيارين عمرهم 95 سنه 93 سنه 85 سنه انه يروا لي عن احداثهم، يطلعوا لي صور قديمه، يطلعوا لي وثائق وان كان عندهم اراضي. يعني انا هيدي عمليه جمع التراث، طبعا انا مو وحده، في ناس عم يساعدوا يعني معنا، بس انه انا بحس انه هيدا انا ممكن انه انا اقدم شيء فيه لبلدي، حتى لو انهيت حياتي الادبيه بهيدا الكتاب أنا أديت الأمانة. أكيد إن شاء الله أمانتك بتصل ورسالتك اليوم بتصل إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا. اليوم نحن كتير بهمنا وبحاجة نحن تعريف بالواقع السوري. اليوم في تضليل كتير يمكن، وحضرتك عشت هاي التجربة، يعني أكيد. بنقل المعلومات ونقل الواقع السوري لخارج سوريا. نتمنى لك كل التوفيق ويضل ألمك حر ونقدر دائما نستمتع بكل كتاباتك. بدي بس ضيف شغل صغير إذا ممكن. اليوم الساعة 5:30 في تكريم لألي من منبر أوغاريت بجرمانة، وبكرة بمركز ثقافي أبو رماني الساعة 5:30 كمان في التكريم من وزارة الثقافة، هون، وفي مجموعة من الأدباء والفنانين المشاركين، وبوجه لهم دعوة كلهم أهلا وسهلا فيهم. أكيد بدنا نشكرك الكاتب يعقوب مراد على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لك التوفيق، ونحن بنعتز وبنفتخر بشخصيات مثلك. تحية لكل مغترب سوري موجود خارج الوطن وقلبه على الوطن، عم يحاول يمكن يشتغل بأقصى ما لديه ليكون موجود على الأرض. شكرا كثير لك. وشكرا، شكرا لكل جندي، لكل إنسان صمد بهذا الوطن، ولحتى اليوم نحن موجودين هون بدمهم بتضحياتهم. نحن قادرين اليوم نفوت على سوريا، ولا لولا ذلك نحن يمكن اليوم كنا بغير وادي. شكرا لكم. شكرا ونورت صباحنا لليوم.